اللي هو نفسه يكون في حاجة تانية هيبدع فيها ويحقق نفسه بشكل أكبر. وقتها لازم نسيب مساحة لحلمه ده علشان يخليه يركز وينجح فعلا، لأنه ده من الأمور المهمة. وكمان من الأمور المهمة برضه هو أسلوب النصيحة، إزاي تخلي اللي بتنصحه يتقبل منك الكلام ده. حتى ربنا قال لنا في القرآن في سورة آل عمران: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ربنا بيعلمنا ان الاسلوب له مفعول السحر، ومتوقف عليه حب الناس ليك او كرههم وبعدهم عنك. علشان كده لما تفكر تنصح شخص مهما كان رايك فيه لازم تنصحه بشكل هو يقبله ويحبه، ومفيش حاجه اسمها انا بشد عليك عشان مصلحتك. اللين هو مفتاح القلوب علشان تقبل النصيحة. الكلمة الطيبة كانت من أهم سمات كل أسيادنا الرسل والأنبياء، كانوا بينصحوا أقوامهم ويتقابلوا بالرفض والسخرية أحيانا، ويرجعوا تاني ينصحوا ويقولوا كلام طيب. وهتلاقي فين قدوة وأسوة حسنة أكتر من أنبياء ربنا ورسولنا الكريم عليهم الصلاة والسلام؟ فاصل واستنونا مع أول فقرتنا. أهلا بحضرتك. إحنا دايماً بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب صور. الصور دي ممكن يكون عندها ابتلاء، ازاي انها بتصبر على الابتلاء وبتعيش معاه وبتقرر انها تواجه المجتمع وتواجه البيئة المحيطة بيها، وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتكمل حياتها بشكل ايجابي مش بشكل سلبي. مش معنى ان انت ربنا ابتلاك باي حاجة ده مش معناه ان الحياة عندك وقفت، لا، ده معناه ان انت ممكن تتأقلم مع الابتلاء اللي انت فيه وتبدأ تعيش حياة زيك زي باقي الناس، وإن كان في اختلاف. النموذج بتاع النهاردة نموذج احنا أول مرة نتعرف عليه ونشوفه، ما ظنش ان ممكن حد يكون فكر فيه قبل كده. النموذج ده ربنا ابتلاهم بحاجة كده اسمها مرض العملاقة النخامية. أنا نفسي أول مرة في حياتي أقرأ في المرض ده وأعرف إن فيه مرض أصلاً اسمه العملاقة النخامية. تعالوا معايا نشوف محمد. إزيك يا محمد؟ خليك يا وأختك هدى.
ازيك يا هدى؟ الله يخليك يا فندم. محمد انت عندك كام سنه؟ انا عندي 32. ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا عايز المستمع يسمعك. 32 سنه. 32 سنه. وهدى؟ 27 سنه. 27 ما شاء الله، 32 و27. قول لي يا محمد انت طولك قد ايه بالظبط؟ انا طولي مترين و32 سم. 2 متر و32 سم. وهدى قد ايه؟ هدى اعتبر مترين 28 سم. برضه تكاد تكون قريبه يعني. اه. طب انت عرفت ازاي ان انت وهدى عندكم مرض العملاقه ده؟ ما احنا رحنا كشفنا. كشفته؟ اه. وبعدين؟ رحنا الجامعه بالزجاجيك. اه. كشفنا ورحنا فمش ادوني علاج. مش ادوني يعني هو اصلا في علاج للمرض ده؟ موجود. موجود؟ موجود بس علاج غالي. في مصر ولا بره مصر؟ مش عارف، مش حدده. ما حددوش. هما حكومه وكده وقعدت انا واختي شهرين في الجامعه ومش فيه. طب انت اتعلمت؟ انا بتعلم. وهدى؟ لا ما راحتش مدرسه. لا هدى راحت بس زهقت، العيال زهقوها من 5 ابتدائي لان هي طولها فارق عن الولاد، فكانت بتواجه في الفصل. يعني ايه اللي كان بيحصل يا هدى؟ كنت كل ما اخش الفصل يجوم الاساتذه والولاد اصحابي كانوا بيقعدوا يتمجلطوا عليا. وكنت طويله بقى، وانت مش تقعدي في المدرسه، انت اخرك تقعدي في البيت. لا حول ولا قوه الا بالله. والله كرهوني في المدرسه وكرهوني في حياتي وفي عيشتي. حتى المدرسين نفسهم؟ حتى المدرس كده قال لي كده في وشي، يا بنتي انت مش تقعدي في المدرسه، انت قلت ان انت تقعدي في البيت. بقالي 27 سنه يا استاذ حبسه، روحي في البيت ما بطلعش من البيت بسبب البسطة الناس اللي انت عمرك ما بتنزل السوق يا هدى؟ لا لا انا ما لو طلعت من بره بيتنا اتوه. والله والله بقالي 27 سنه حبسه، روحي في البيت في عزبه كده ما بطلعش من البيت، لو طلعت بره بيتنا كده خطوطنا اتوه. وانت بتخرج في شارع؟ لا انا بخرج. بتخرج؟ بتمشى. ما انا رجلي تعبت. ليه؟ ما هو من الحبسه. من الحبسه. اتعلمت، انا اتعلمت واخد معهد قراءة أزهر. انت الـ 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 المجتمع الناس بيعاملوك ازاي؟ الناس بيعاملوني بصات غريبة. يعني مثلا لو بدي امشي شوية كده تلاقي الناس كلها بتبص لي. يعني كله بيسخر منك. اه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الشبشب ايه المداد؟ ايه ده؟ ايه الطول ده؟ قول لي انت مقاس شبشبك وانت بتروح تشتريه بتلاقيه ولا؟ لا بفصله. بتعب لما بفصله. بتروح عند واحد يفصل لك مخصوص تلاقيك ما بتلاقيش؟ لا لا. اه. بتعب. وهدى؟ بفصل برضه. نفس الوضع. احساسك ايه لما الناس بيسخروا كده منك؟ لو حد كده بص لك نظره سخريه كده احساسي بابا من جوايا بابا، يعني بابا مش قادر اقول لك قد ايه احساس بابا تعبانه قوي. بابا من جوايا تلاقيني بتقطع من بصه الناس الي ونظرتها. والناس يبص لي بصه مش حلوه، اداني محبوسه في البيت. يعني ما بطلع بره، اجي اخش البيت، اجي ارجع بيتنا تاني اعيا اعيا من بصه الناس الي. هتلاقيني قاعدة بقى في البيت، أقول لها أنا أقعد في البيت على طول. لما خلاص مش عندي قادر أستحمل قاعدة في البيت، تعبت الناس العزبة اللي أنا قاعدة فيها، بقالي 27 سنة قاعدة فيها ولسه لحد دلوقتي كل ما حد غريب ينزل عزبتي يبص يقول لي يا لهوي دي منين دي؟ حد يتكلم معاك مباشرة كده وأحرجك في الكلام؟ أه يعني مثلا يجي واحد يكون أنا مثلا بتمشى شوية كده يقوم مثلا ماشي واحد يقوم يقول ما تيجي أصور معاك صورة. أنت عاوز تصور معايا صورة؟ يقول يا أخي أنت ما تتصور معاه. انت طويل قوي. هتصور تتصور مع مين ولا مع مين؟ المهم يجي يقف في ريحي الاقيه قصير قوي. قصير انا. اقوم يجي اتصور معايا اقول لا يا عم مش متصور معايا. قول لي ليه يا اخي؟ قول لي انا هنحاسب، انت ممكن تصورني صوره هتوريها لحد. الا انت ما قررتش تجري؟ لا ما بقدرش امشي. انا لما اجي امشي رجلي بتوجعني وظهري من ورا تعبني. ما بقدرش اوطي، انا لما اجي اوطي اقوم الاقي الصوره ما شاء الله. احنا شايفين صورة. مين اللي قاعدة في الصورة دي؟ دي ما شاء الله. صورة ايه الصورة دي؟ انتوا الاثنين اهو. فاكر الصورة دي؟ دي مع الأستاذ إسلام. مين الأستاذ إسلام؟ عارفاه ده؟ لا أنا مش عارف. هو الأستاذ إسلام دي كان يجي حدانا وعمل معانا لقاء كده، كتب لنا في الكراسة وقلنا على طلباتنا. في الجورنال تقصدي؟ طيب أنت تقدم لك حد يا هدى؟ أنا متقدم لك كتير بس أنا رافضة. أنت اتقدم لك وأنت رافضة؟ رافضة ليه؟ مش عايز أتجوز.
ليه؟ خايفة من الناس يعني؟ بص الناس وبعدين مش حابة، مش عايزة اتجوز. برضو انت بصحتك برضو ما تقدريش؟ مقدرش امشي، مقدرش اتحرك، يعني انا بخدم روحي بالعافية، مقدرش امي هي اللي بتخدمني وبتنوني طلباتي. عندك صحبات من سنك، حد بيجي يقعد معاكي، بتيجي تقعد معاكي كده؟ امي هي امي وصاحبتي وكل حاجة، هي امي. امك بس حبسة امي معايا. ليه ما عندكيش صحبات؟ عشان حظ كده. حظ كده، مش عندي، ما حدش بيقدر يقرب لي. محمد انت عندك اصدقاء؟ بسيط يعني. يعني ساعات بيجوا مثلا اتصل اقول تعاوني معاه عشان يزهقون. انتوا عندكم ارض؟ لا ما عندكمش ارض. اتعلمت، وصلت لحد فين في التعليم؟ واخد معهد قراءات. معهد؟ قراءات ازهر. قراءات؟ انت ازهري؟ ازهري. حافظ قران كويس؟ الحمد لله، بس كان عايز مرجعه، حاولت اتوظف وظيفه في المعهد. حكايه الوظيفه دي انت عملت فيها ايه؟ ولا حاجه. ما عرفتش تتوظف؟ لا. اي مكان تروحه بيرفض ولا ايه اللي بيحصل؟ لا مش يعني في البدايه مخلص تعليم بقى 7 سنين 8 سنين. انا قريت ان انت كنت بتاخد معاش وتوقف. ايه قصه المعاش؟ المعاش انا كنت باخد من الشؤون 350 جنيه او 360 جنيه. وقف. قعد سنه وقف. طبعا انا عشان اركب ميكروباص او اركب مواصلات لازم حاجه عاليه. تكون مفتوحه. تكون مفتوحه. مش ينفع ان انا مثلا اركب عربيه ربع نقل تحركني عشان اكسف الزقزيق في المبره وارجع ومش عارف ودوني اسماعيليه. تعبت. المهم ايه؟ ربنا هداهم ايه؟ وهمشوه قبل. 360 جنيه ما صرفوش عليه. قلت اتوظف وظيفه حكوميه. يعني هم دلوقتي هيرجعوا لك الارض ده ثاني؟ رجع. بس 360 جنيه. 360 جنيه. اللي كنتوا الاثنين ولا كل واحد فيكم 360؟ لا انا 360. انت لوحدك؟ طب وهدى؟ هدى ووالدتي وجوده 720. يعني كل الدخل كله مش حوالي 1000 جنيه؟ 1000 جنيه. طيب في مصر بما انك انت عندك انت وهدى وانتوا اشقاء عندكوا نفس المرض ده، هم كده، هل قابلتوا حد عنده نفس المرض ده؟ لا خالص. لا لو قابلنا ناس كده وعين نفس الناس مش كانوا بصولنا. لو في ناس زينا كده مش كان الناس كلها تبص لنا. طيب الدكتور بيقول لك العلاج تكاليفه قد ايه تقريبا؟ ما قالوش. انت هل فيه قرابه بين والدك ووالدتك؟ لا ولا. طب هل في حد في العيله كان عندكم كده بالشكل ده؟ كان والدي. والدك كان بالشكل ده كده؟ كان برضه استعالج. استعالج وكان حلو، كان بيشتغل وكان بيسحب الاجر وكان بيوكلنا وكان حلو. طيب ايه اسباب المرض ده بخصوص ان انتوا الاثنين اشقاء؟ ايه سببه يعني؟ مش نعرف. انا كنت في المعهد عادي وفي الازهر وكنت مع زمايلي عادي وكنت عادي، بس فجاه بقيت انا زمايلي اطول عن زمايلي. يعني لقيت نفسك بتطول. شهر وشهر شهرين. كل شهرين اجي اروح ايه؟ بطولت. بطول. انا امشي في ريح زمايلي يخافوا مني. الاقي انا لو روحي اقعد في تحت العيون اقول ارجع ورا. انت طويل من دير عن زمايلك. بدأت ان انا ايه الاقي ايه خلل. اتقدمت تتجوز حد يا محمد؟ انا متجوز. عندك اولاد؟ لا. متجوز من امتى؟ متجوز بقى 7 سنين. بقالك 7 سنين؟ ولكن الحمد لله مفيش اولاد. بس انت نفسك هل مرض العملاقه ده مأثر على الخلفه؟ مش اعرف. مش كشفت؟ لا ما كشفتش. الحاله الماديه اصلا ما كشفتش. انت الدخل بتاعكو بس هو المبلغ اللي ما بقدرش اشتغل. لو جيت اقعد في دلوقتي احس راسي بيعمل بدوخ وبقى كف على وشي. ما بقدرش ان انا اقعد واطول، احس ان راسي بتوجعني هنا كده. طب ده تعبان اجي امشي كتير. طب هل مفيش اي دار رعايه او مؤسسه مثلا اتبرعت ان هي تتبنى القضيه بتاعتك انت وهدى وتحاول ان هي تعالج او تساعد في العلاج؟ مش حوالي كتير. حد من مصر من بره مصر مفيش اي حد تواصل معاك خالص؟ خالص. ايه شهاده التاهيل دي؟ ال 5% نسبه ال 5% اللي هي المعاقين. المعاقين. انا واختي معايا كده. وانتوا ومع ذلك ما توظفتوش؟ لا انا مجيبها من زمان. عايز تقول ايه للمجتمع اللي بيسخر منك يا محمد انت وهدى؟ اقول لهم يعني خلقه ربنا. دي سوره هدى. هو انت لما بتروح تجيب جلابيه تلبسها بتاخد كام متر قماش؟ باخد 5 متر. 5 متر. وهدى؟ 5.5. ايه؟ 5.5. 5.5. الله يسترك يا رب. لانها اطول شويه. اتخن. عايز تقول للناس اللي بيسخروا منك ايه؟
انا عاوز اقول للناس اول حاجه، احنا عايزين مش لنا بيت، مش احنا طبعا مش حالنا بيت، عاوزين بيت نقعد فيه او شقه ان نقعد فيها. ان احنا المكان رحت المحافظ عندك يا محمد؟ محافظ؟ اه رحت له. قال لك ايه؟ قال لي هو استقبلنا مقابله حلو. وقال طلبت منه انه يساعدك في ايجاد شقه او حاجه؟ هو يعني حاول يجيب لنا حاول. فاحنا بنطالب كل مسؤول وبنطالب رئيس. طب انت ما سالتوش ليه انه يساعدك انك تتوظف؟ خاصه ان انت معاك شهاده تاهيل نسبه 5%. ما طلبتش ليه حاجه زي كده؟ والله طلبت وفرشت اوراق كليتها قدامه، يعني انا ربنا يحن قلوب المسؤولين علي. انت نفسك فين انت وهدى؟ والله احنا نفسنا اول حاجه نفسي ازور بيت الله انا والدتي. ونفسي برضه في حتى في نفسي هدى. نفسك فيها هدى؟ انا نفسي يبقى عامل لي معاش اصلا لي عيش منه. ونفسي احجج امي. امي تعبت كتير. تعبت معاكم مش كده؟ تعبت كتير جوه معايا. تعبت. ونفسي احججها حجه كبيره. ربنا متوفى بقالي 27 سنه. متوفى بقالي 27 سنه. والدك؟ متوفى احنا كده. يعني هي شايله الحمل اصلا شايله كله زمان. علاجنا احنا علاجنا اقل حاجه خالص ب 700 جنيه اقروا 6 ليله انا بس غير اخويا كمان. وعندي الكلى عندي الغده تعبه الكلى عندي وقلبه بطني في بعضها ومعلي الضغط معلي الكوليسترول ومرخبطه الدنيا عندي خالص. لان جيت بالعافيه حقن مسكن عشان اقدر اجي المشوار ده. وعايزه كمان نشيلكم بركه اللي بينا. الله يبارك فيك. لازم. بس هل انت فكرتي في انك تكوني ام؟ لا. انت عندك نظره تشاؤميه شويه عاليه شويه بخلاف محمد. محمد انت متفائل شويه. انما هدى شويه بس احنا دي قضاء الله ولا مش في رد لقضائه، يعني هو دي خلقه ربنا ومش فيها اعتراض على امر الله. هدى هو سبب انك انت عندك النظره التشاؤميه دي. الناس اللي عملوها لي. الناس هم اللي عملوا كده فينا. بصت الناس لنا ونظره الناس لنا شينا. نظره الناس لنا كانت نظره بسخره شينا. يعني مش كان ما حدش يقدر يحسها غيرنا احنا. عشان احنا اللي كنا بنشوفه احنا اللي حسيناها. ما حدش يقدر يحسها غير. فهم الناس اللي عملوا كده. عندك قوه انك انت جيتي وقعدتي معايا قدام الكاميرا والناس هتشوفك دلوقتي وهيتفاعلوا معانا وهيتواصلوا معاكوا، فاكيد انت يعني النظره الايجابيه لازم تكون موجوده. لا ده انا زمان ظاهر ان انت السنين انت قلت لي كام سنه؟ 27 سنه. 27 سنه محبوسه. 27 سنه وانت بتشوفي نظره السخريه والتنمر عند الناس. الله سبحانه وتعالى يعني قال في القران الكريم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. حالة احنا سمعناها وعشنا مع محمد ومع هدى، وانا كان نفسي الوقت يطول اكتر واكتر علشان اسمع كمان وكمان وكمان من محمد وهدى، لكن النظرة التشاؤمية اللي هدى عايشة فيها عايشاها علشان نظرات التنمر والسخرية اللي شافتها سواء من حد يعرفها او ما يعرفهاش. ربنا سبحانه وتعالى نهانا في القرآن عن السخرية من حد. انا مملكش ابدا ان انا اتحكم في طولي أو في لون بشرتي أو لون عيني أو حجم ودني أو أنفي أو بقي أو دراعي أو صوابعي، كل ده المتحكم فيه الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. محمد انت شرفتني في الحلقة بتاعت النهاردة. هدى أنا هشوفك تاني أكيد إن شاء الله، بس أنا عايز يكون عندك نظرة إيجابية أحسن من دي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله شرفتوني. أشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة. بتسألوا ايه ده؟ انا اجاوب عليكم.
في مؤسسة سقيا الماء في مجموعة من العلماء، ويا رب يا رب احنا طلاب علم كلنا، يتقبل منا ومنكم. بنحاول نحفزكم ونشجعكم على التبرع والصدقة علشان تعملوا آبار زي اللي احنا وراها دي، زي اللي ورانا ده. ده خزان مية. الخزان ده حضراتكم المجموعة بتاعت الطلاب العلم أو العلماء بتوع سقيا الماء قرروا إن هم يبدأوا ويقصوا الشريط ويطلعوا من جيبهم ويعملوا خزان المية ده علشان يخدم المكان اللي احنا فيه ده. فاحنا قصينا الشريط وبدأنا. ده إنجاز لمؤسسة سقيا الماء، وشكر الله لعلماء سقيا الماء اللي قدموا في الصدارة عمل يكون شاهد لهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نفسي حضراتكم تيجوا معايا كده وبعنينا وبعنين الكاميرا تشوفوا هو ايه الخزان ده. كنا عرضنا قبل كده مع على حضراتكم خزانات بتتعمل، والخزانات دي احنا وقفنا فيها وشرحناها. ده الشكل النهائي للخزان. لو تتابعوا معايا ده السقف اهو، هو ده، ده السقف بتاع الخزان. يعني حضراتكم ده سقف الخزان اللي انا واقف عليه، ده خزان المية. لو الكاميرا تقرب كمان عشان اوريكم كمان كمان. بصوا بقى حضراتكم يعني ايه خزان مية. يعني تعالى كمان، خلي الكاميرا تيجي تيجي كمان كمان كمان. اظن خيالي اللي باين في المية ده. ده خزان المية اهو. كده احنا قفلنا على الخزان تحت ما شاء الله. الخزان ده سعته 180 متر، يعني بيشيل 180 طن مية. المية بتخش له منين؟ تنزل من السماء، مطر، خير، بركة، رزق، حلال، ببلاش. المية دي بتنزل تتجمع حضراتكم في المكان ده وتجري في المجرى ده وتخش من المواسير اللي موجودة دي. تتحوش المية في الخزان ده. طيب هنيجي ناخد مية من الخزان ده بالحبل والجردل؟ لا. عملنا ايه بقى؟ تعالوا بقى شوفوا حاجة تانية خالص. لا، هي ايه؟ هي ان في مطور مية بيسحب مية من الخزان اللي تحت ده ويحط في الخزان الصغير ده. وفي هنا حنفيات اهي. افتح الحنفية وبفضل رب العالمين اشرب منها مع حضرتك. بس قبل ما اشرب ممكن اطلب طلب؟ ادعوا ربنا كل اللي ساهم في الخزان ده واللي هيساهم معانا في الخزانات اللي جاية والآبار اللي جاية، يا رب يسقيه من حوض سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حنفية باحترام وبأدب، بدل ما نجيب حبل وجردل، لا، حنفية نفتح ونشرب منها أو ناخد كفايتنا منها. ده ملخص الخزان اللي احنا فيه. أتمنى ده خزان واحد احنا عملناه، ده خزان واحد بس عملناه. اتمنى ان احنا نعمل مكان الخزان ده 100. اتمنى نعمل بدل الخزان 100 خزان. همتكم معانا، ايديكم في ايدينا، نرسم الفرحه والبهجه والسعاده والسرور على كل قلب واحد عايش هنا في المكان اللي أنا فيه في مرسى مطروح، بعيد خالص عن القاهرة، في قلب الصحراء. جينا عشان نخضر ونعمر ونبني. ده كله بفضل الله، ثم بفضل دعم حضراتكم. تقريبا بير المية بيكلف 25,000 جنيه. خزان المية ده بيكلف
من 50 ل 70 ألف جنيه. ممكن أقول حاجة أخيرة خالص؟ مين عايز الجنة؟ مين عايز يفرح؟ مين عايز ربنا يشفيه؟ مين عايز ربنا يكرمه؟ مين عايز ربنا يستره؟ مين عايز ربنا ينجيه؟ هنا سرك في خزان أو في بير. السلام عليكم. التقرير اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي هو تقرير لمؤسسة سقيا الماء، واحنا في الفقرة دي فقرة الخير وفقرة سقيا الماء في برنامج حلمنا. التقرير ده بيحكي قصة البير، واحنا شفناه وشرحت معاكم التفصيل الموضوع والبداية والنهاية وليه احنا عملنا البير بالشكل ده، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يتقبل اعمالنا ويكون العمل ده بداية اعمال كتيرة جدا زيه ان شاء الله. في بداية الفقرة أنا برحب بضيفي الدكتور أحمد علوان، أهلا وسهلا. مرحبا يا حبيبي، ربنا حياكم الله يا دكتور أحمد. الله يبارك فيك، شرفتنا ونورتنا. ربنا يرفع قدرك. تعليقك على التقرير اللي حضرتك سمعته. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، طول ما فيه خير وطول ما في ناس بتفكر في إن هي تعمل خير، كل ما هيبقى فيه تطور في فعل الخير. يعني الناس كانت متعودة ان هي تجيب الحبل وتربطه في الجردل ويدلدل وبعد كده يملى ويطلع ويلم ويشيل، خدت واحدة. لكن لما يبقى فيه دلوقتي بقى ما فيه مطور وفي حنفيات، ده فيه يعني تيسير ويعني سهولة على الناس ان هي لا احنا هنحاول ان احنا نريحك، لا هتجيب جردل ولا حاجة، لا تفتح بس الحنفيات تنزل لك المية. ده ان دل فانما دل على ان طالما مؤسسة سقيا الماء بتسعى في الخير، فالتفكير حتى في ان هي تخدم الناس وتبذل المعروف للناس لن يتوقف. عايز تقول لي انه الشركات الكبيره جدا في البيع والشراء بتحاول تجود في طرق البيع، فانتوا كمؤسسه خيريه بتجودوا ازاي تستغلوا فلوس الناس بشكل صحيح وبافضل ما يعود بالنفع على الناس. صحيح، ما هو التطور. يعني لما الانسان بينوي الخير، نعم أكيد، ربنا سبحانه وتعالى يدله أكيد على الخير. أكيد. فعشان مؤسسة سقيا الماء حريصة أن يتقدم خير للناس، فربنا سبحانه وتعالى ده دليل أن ربنا سبحانه فتح لها فكرة جديدة كانت لمؤسسة سقيا الماء السبق فيها، لأن ما فيش حد عمل قبل كده موضوع المطور ده، ولا موضوع الحنفيات، ولا الخزان فوق الإيه؟ فوق البير. فدي برضو كانت فكرة جديدة. عايز أقول للمشاهد الكريم أنه البير ده بالشكل ده وبالصورة دي أول مرة يتعمل هنا في مصر بالطريقة دي وبالشكل ده. فاللهم لك الحمد، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل يا رب. اللهم عايز أسألك، يعني إيه الفرق بين البير بالطريقة دي والطريقة القديمة؟ لا شك إن الفرق واضح، وهو إن الطريقة القديمة فيها مشقة على الناس، فيها إرهاق، فيها إن هو هينزل الجردل وبعد كده هيملاه وبعد كده هيبدا يسحبه، هينحني، هيتعب، هيبقى تقيل عليه، ممكن يكون طفل هو اللي هيملى هيكون اتعب، ممكن تكون واحده هي اللي هتملى فبرضه هيكون مشقه عليها. لكن حاجه زي كده لا، انت لا هتوطي ولا هتدل بالحبل ولا انت بس هت ايه تفتح الحنفيه وتحط الجردل تمام تحت الحنفيه يتملي تشي وخلاص. فده طبعا تيسير على الناس لا شك. هو سقيا الماء ازاي بتوصل للاماكن دي؟ سقيا الماء علشان هي حريصة ان هي تقدم الخير لأي حد في مصر ولأي إنسان في مصر، فربنا سبحانه وتعالى يفتح لها الطريق. نعم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فهو ده ربنا سبحانه وتعالى دلهم على الخير. فمرسى مطروح ماشي، في سيوة ماشي، في إنا ماشي، في الأقصر ماشي، في العياط في الجيزة ماشي، في أي حتة ما دام أن أهلها محتاجون، فمؤسسة سقيا الماء تسعى لتقديم النفع إليهم. وكمان الدور الأهم إن الناس اللي بتثق يا شيخنا في مؤسسة سقيا الماء وبتبذل وبتساهم،
ده برضو بيعطي للمؤسسة ثقل وتواجد ان هي تقدر تجوب كل منطقة. ليه؟ عشان في جنود مجهولون، اللي هي الناس اللي بتتبرع، الناس اللي بتساهم، الناس اللي بتبذل، الناس اللي بتنفق، الناس اللي بتقول احنا عايزين نشارك معاكم. فده طبعا بيخلي مؤسسة الكلمة ان هي تتعاون وان هي تبذل قصارى جهدها في ان تصل لاي مكان في مصر. اي حد بيسمعنا دلوقتي عايز اشرح له كده بهدوء الربط بين الصدقة والغنى. تمام، ده سؤال. ايه علاقة الصدقة بان ربنا يغنيك من فضله؟ هو يعني الواحد دايما يقول لك ايه، انت لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يغنيك، طب انا هدفع، ربنا هيغنيني ازاي؟ انا معايا 100 طلعت منها 10، مفترض ان انا معايا 90. نقول له لا تنقص. لا ده انت 100 طلعت منها 10، لده ربنا سبحانه وتعالى هيغنيك. هيغنيك ازاي؟ هيغنيك، هيخلف عليك. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لنا كده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. وربنا قال في الحديث القدسي أنفق أنفق عليك. فدي كلها معاني، دي كلها معاني لو إحنا كمسلمين وإحنا كبشر تعاملنا بها، وإن أنا فعلا وأنا بطلع الخمسة جنيه بتاعتي أو بطلع العشرة جنيه بتاعتي أو بطلع المية جنيه أو بطلع الألف جنيه، أنا بطلعها وعندي يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيرجعها لي أو هيبارك لي في اللي معايا أو هيبارك لي في رزقي أو هيبارك لي في مرتبي، ده غنى. هذا هو الغنى. ولذلك ما اختبرش ربنا. نعم؟ ما اختبروش. لا طبعا، لا، أنا بتعامل وأنا عندي ثقة وانا عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى فعلا هيخلف عليا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. طب هقول لك على معنى جميل قوي يا شيخ بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والساده المشاهدين يصلوا معنا عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. لو انا اودعت فلوسي في البنك، حلو، اعلى عائد كام؟ 20%. قول 20 و14 خليها 20. 20 خليها 20. خليها 50. ماشي. لو انا اودعت عند ربنا سبحانه وتعالى، العائد كام؟ الله، الى 700 ضعف، الى اضعاف كثيره. اه، واحنا قلنا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل، ده غنى ولا مش غنى؟ ده غنى. يبقى انا لما اعوز او عاوز ان ربنا سبحانه وتعالى يغنيني، يبقى انا اتصدق. عايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي، اتصدق. عايز ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليا، اتصدق. دكتور احمد، حضرتك وانت بتقرا الايات ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا معنى جميل جدا. من ذا الذي يقرض الله؟ هو انا لما هعمل بير هسلف ربنا؟ بس ليه ربنا سبحانه وتعالى قال في الايه دي من ذا الذي يقرض الله؟ ده هو الغني. صحيح، هو محتاج لنا. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحانه. لكن عايز يقول لك اعمل لنفسك، اعمل حاجة لك، حاجة هتنفعك. ولذلك دي تجارة مع ربنا. أنا فعلا بقى لو عايز ربنا يغنيني، خد بقى الحاجة دي. أي تجارة في أي مكان قد تكسب وقد تخسر، إلا التجارة مع الله سبحانه وتعالى فهي تجارة رابحة. ممكن نسميها تجارة السعداء؟ طبعا. ممكن نقول كده ببساطة، أسعد الناس من أسعد الناس. هاخد فاصل وارجع أكمل مع ضيفي الكريم حول علاقة الصدقة بالغنى. بنقول دايما أسعد الناس من أسعد الناس. احنا بنتكلم في علاقة الصدقة والغنى. نعم. علاقة الصدقة بالسعادة. لا شك إن الصدقة، يعني كانوا دايما بيقولوا إن الإنسان إذا أراد أن يحصل على السعادة
يبذل الخير ويدخل السرور على الناس. وعلماء النفس اكتشفوا حاجة غريبة قوي، قالوا ان فيه هرمون اسمه هرمون الدوبامين، هذا يفرز عند مساعدة الآخرين، عند إدخال السرور على قلوب الناس. ومن أفضل الأعمال اللي تكون سبب في إدخال السرور على قلوب الناس الصدقة، البذل، إن أنا أحس إن أنا بقضي حاجة فلان، إن أنا بساعد فلان، إن أنا بسد ثغرة عند فلان، إن أنا ماشي في حاجة فلان. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار على كل حال سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أدي الكلام عن السعادة. الله الله. يبقى اللي بينفق مش هيحزن. يعني ممكن تقول اللي يساهم معاك في بير ربنا هيسعده؟ طبعا. دي عقيدتك في الله؟ طبعا. كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يبقى دلوقتي أنا عايز أبقى سعيد، أقول لك أنفق حتى يسعدك الله سبحانه وتعالى. كان في حاجة جميلة قوي بيقولوها أو قرأتها، بيل جيتس صاحب مؤسس أكبر شركة برمجيات في العالم للمايكروسوفت، بيقول لك أنا أملك أموال كتيرة، ما هو ثاني أغنى رجل في العالم، أمواله تقدر بحوالي 90 مليار دولار. بيقول لك لو ادينا لكل واحد في العالم 10 دولار من تركته لتبقى له 20 مليار دولار. يا الله. بيقول لك انا اكتر لحظة حسيت فيها بالسعادة يوم ما عملت واسست جمعية خيرية، يوم ما افتتحت المؤسسة وسماها باسمه باسم زوجته ميليندا، سموها بيل وميليندا، زوجته اسمها ميليندا. بيقول لك احنا يوم افتتاح المؤسسة اللي احنا رصدنا لها نصف ثروتنا حوالي 50 مليار دولار، 50، وده اكبر رصيد لاكبر مؤسسة خيرية في العالم. تعرف ان بيل جيتس بيعمل مشاريع خيرية في افريقيا؟ اعرف. تعرف بيعمل مستشفيات ومدارس وشغال 10 على 10؟ اعرف هذا. الناس دي بتفكر ازاي يا دكتور احمد؟ بتفكر لان هو لما حس بطعم الخير وشاف رد فعل الخير ده على وجوه الناس، فلا قال لك انا ما وقفش، ده في حاجه جميله قوي عملها. صلى على سيدنا عليه الصلاه والسلام. والده الذي بلغ من العمر 90 عاما اصيب بمرض الزهايمر، ربنا يعافينا جميعا ويعافي كل الساده المشاهدين. اللهم امين. والد بيل جيتس لما اصيب بمرض الزهايمر، فبيل جيتس قال طب ما انا ممكن أصاب بهذا عندما أكبر، أحصن نفسي إزاي؟ قال لك أبذل المال في الخير. تصدق بيل جيتس عشان يحصن نفسه من مرض الزهايمر ب100 مليون دولار. يا أخي نماذج غريبة جدا. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لا شك إن هو طالما بذل ربنا هيديله، طالما أخذ بالأسباب ربنا هيديله، هيخلف عليه ويعوضه، ما هو ده النتيجة، ده ثاني أغنى رجل في العالم. ومش مستبعد أن يكون السبب أن هو عشان عمل مؤسسة خيرية. الحوار اللي دار بين سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا المستورد القرشي، لما المستورد القرشي رضي الله عنه وأرضاه قال لسيدنا عمرو، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. نعم. فقال له حكى يا مستورد أبصر ما تقول. فرد عليه وقال له وما لي لا أقول ما قال رسول الله. فرد سيدنا عمرو وقال له إن فيهم لخصالا أربعا، أحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأحناهم على يتيم وفقير ومسكين. الله. هي دي بقى. وأحناهم، عارف لما تكون حنين على الفقير والمسكين واليتيم رد الفعل بيجي لك في اللحظة. صحيح. زي النموذج ده، فتيجي النهاردة في الوقت اللي احنا فيه ده وفي التقدم اللي احنا فيه ده تلاقي واحد زي بيل جيتس بينضرب بيه المثل في الصدقات. نعم. أكبر مؤسسة خيرية في العالم، الرصيد بتاعها 50 مليار دولار، ما بيوقفش الراجل ده، تصدق بنصف ثروته في الأعمال الخيرية. بنصف ثروته. نصف ثروته.
راجل عنده 90 مليار دولار بيقول لك ان احنا لو وزعنا على كل واحد في العالم 10 مليار 10 دولار كل واحد 10 دولار هيتبقى له 20 مليار دولار. يعني ثروه هائله، ثروه ضخمه، سببها وان ربنا هيدي له اكتر واكتر واكتر طالما ان هو بيبذل. هي معادله. بص يا شيخنا، سيدنا عبد الله بن جعفر كان بيقول كلام جميل قوي، ان الواحد بقى يعقل الامور دي، ويقول لك ان الله عودني عاده وعودت عباده عاده، عودني ربي ان يعطيني وعودت عباده ان اعطيهم، فاخشى ان قطعت عادتي عنهم ان يقطع الله عادته عني. الله اكبر، الله اكبر. يبقى انا ربنا بيديني علشان ادي للناس اللي محتاجه، عشان اساهم، عشان ابذل في وجوه الخير. طب لو ربنا سبحانه وتعالى اعطاني ولم اعطي العباد سبحانه، هل سيبقى هذا معك؟ لا، ولو بقي لن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. احنا كنا بنقول من شويه ان التجاره الرابحه المضمونه هي التي تكون مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا قال لنا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، النتيجه ايه؟ يرجون تجاره لن تبور. ما عندهمش خساره، مش هتخسر، مش هتخسر مع ربنا. طب انا اتاجر مع ربنا ازاي؟ صلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الم يقل ربنا في الحديث القدسي انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه؟ صحيح، انا طرف، انا احد الشريكين، الطرف الثاني مين؟ الفقير. الطرف الثاني مين؟ مؤسسه سقيا الماء اللي انا بدلها فلوس عشان تعمل آبار للناس وتوصل وصلات مية للناس أو تسقف بيوت الناس. طيب أنا كرجل صاحب مال أو متبرع ساهمت مع الطرف الثاني اللي هو مؤسسة سقيا الماء، من الطرف الثالث اللي شريكك؟ الله سبحانه وتعالى. كأنك عايز تقول احنا عايزين نحمل جزء ثابت شهريا ونحدد الجزء ده ونسميه ده بتاع مين؟ سقيا الماء، بتاع الشريك اللي هو بتاع ربنا. تمام، اللي هو ربنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. كأنك لما تعمل بير أو لما توصل وصلة مية أو لما تساهم في أنك ترفع حزن أو مرض أو ألم أو حاجة عن محتاج، كأنك بتسلف مين؟ ربنا سبحانه. صحيح. وتعالى. نعم، ولذلك أبو الدحداح لما نزل قول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال له سيدنا أبو الدحداح للنبي صلى الله عليه وسلم الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال ابسط يدك يا بسط يدك. قال له اشهدك ان بستاني اقرضته ربي. كان من احسن البساتين في المدينه. كان في كم نخله؟ 600 نخله. الله اكبر. النخله عامله كام دلوقتي؟ متوسط 1000 جنيه. في 600؟ يعني 600,000 جنيه تصدق بها ابو الدحداح في لحظه. جميل بقى ان ابو الدحداح هو راجع فشايف البيت وزوجته والعيال وبيلعبوا وبياكلوا، فبيقول لها يا أم الدحداح اخرجي فقد أقرضته ربي. ما حدش بتاعنا بقى. راح لربنا سبحانه وتعالى. الغريب بقى تصرف زوجته كان عامل ايه؟ خرجت الأولاد. الله، استجابت. الله، استجابت في الحال. الله، لم تعترض. ايه التربية دي؟ لم تعترض طالما انه ربنا خلاص. دكتور أحمد، أي حد بيسمعنا دلوقتي عايز يتواصل مع سقيا الماء، في أرقام موجودة بيتواصل من خلالها مع المؤسسة، هل في وسائل تانية ممكن نقول للمشاهد عليها؟ ممكن عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك، ممكن رقم مكتب بريد، أقرب مكتب بريد ممكن يتواصل. أدي صفحتنا على الفيسبوك. أدي الأرقام، دي صفحة المؤسسة على الفيسبوك. يتواصل، وفي أقرب وقت هيلاقي حد بيتواصل معاه في أي مكان، هيلاقي المندوب يروح له. أو ممكن نروح أي مكتب بريد، أو أي مكتب بريد هيقول له بس مؤسسة سقيا الماء. تمام. بيحط فيها المبلغ، بيحط فيها الفلوس دي بتتحول. هل الفلوس دي لما تتحط في مكاتب البريد بيتعرف ان ده زكاة او ده صدقة؟ الفلوس دي بتبقى معروفة؟ ما طبعا معروفة اول ما بيحط، علشان المؤسسة بتحط كل حاجة في مكانها. في مكانها، صحيح. خلينا برضو في نموذج جميل قوي 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 من السلف الصالح، من الصحابة تحديدا، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن كان من الذين هاجروا من مكة الى المدينة، المهاجرين. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. نعم. سعد بن الربيع قال له أقسم مالي نصفين، نص مالي وخلاص وعيش بين. ده جاي جايب إيه سيدنا عبد الرحمن؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف يا جماعة جاي بالملابس اللي عليه.
ساب دياره، ساب أرضه، ساب حاله، ماله في مكة ودخل المدينة ما فيش معاه غير لبس اللي هو ستر بنفسه. فلما نفسه أخى بينه وبين سعد، فسيدنا سعد بيقول له أقسم مالي نصفين، وطبعا موضوع التاني اللي هو وزوجتي وطلق واحدة، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك. أول واحد يدلنا على فكرة إن إحنا لازم نشتغل وما نبقاش عالة على حد، قال له دلني على السوق. أنت عارف سيدنا عبد الرحمن كان بيشتغل فيه؟ في في الجبنة واللبن والسم. كان يتاجر في هذه المنتجات. كان تاجرا ماهرا، بيقول لك لو جداً حملت لو رفعت حجرا لوجدت نعم. كان ما شاء الله، كان ربنا بارك له في تجارته بشكل غير مسبوق النظير. سيدنا عبد الرحمن نعم ابن عوف رضي الله عنه عن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بدأ من ايه؟ من تحت الصفر، لا شيء. دلني على السوق اروح اشتغل. اشتغل باع واشتغل نعم ويشتغل وينفق. عشان برضه هنا لما هو ربنا سبحانه وتعالى يكرم ويوسع عليه وهو لا ينسى الفقراء، ربنا يديله أكثر وأكثر وأكثر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف مرة من المرات تدخل قافلة المدينة المنورة فترتج الأرض وتهتز. السيدة عائشة ما هذا الصوت الذي رجت به المدينة؟ قالوا هذه قافلة لعبد الرحمن بن عوف، حوالي 700 راحلة، 700 جمل، يعني يا جماعة 700 عربية ربع نقل محملة بالبضائع والزيوت والأطعمة والأغذية. فالسيدة عائشة لما قالوا لها هذه لعبد الرحمن بن عوف، قالت نعم سمعت النبي يقول يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا من كتر الفلوس اللي عنده. وصل الكلام ده لسيدنا عبد الرحمن، يروح للسيدة عائشة يقول لها بلغني أنك قلت كذا، قالت نعم، قال أشهدك يا أم المؤمنين أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلاسها صدق على فقراء مدينة. ربنا أغناه وهو لم ينسى الفقراء. سألته ستنا السيدة عائشة بتتصدق بالصدقة دي بالقافلة دي بالذات ليه؟ عارف رد عليها ليه؟ قال لها أريد أن أدخل الجنة جريا لا حبوا. شفت الناس دي كانت بتدور على إيه؟ عايز بقى دي؟ عايز هو حبوا عشان كتر الفلوس اللي عنده. هو عايز بقى يجري في إيه؟ لا يكسر ده. ولذلك في معنى جميل قوي، سخر ماله عشان يكون دافع له الصدقة. لما سميت صدقة؟ من الصدق. الصدق الله تؤكد على صدق إيمانك الإنسان، وإنك فعلا واثق إن ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليك، وإنك بتخلص قلبك من حب المال، لأن النفس مجبول على إيه؟ مع حب المال. تمسك فيه قوي وتكلبش فيه. هنا بقى عبد الرحمن بن عوف ده دليل على إن ربنا أغناه. وإحنا قلنا من شوية إنه لما جه المدينة معهوش حاجة وربنا إيه؟ أغناه. ولما مات سيدنا عبد الرحمن بيقول لك قدرت تركته ب 128 مليون درهم، لأنه اقترك للزوجة 4000 درهم، يعني 4 مليون، 4 زوجات، يعني 4 × 4 = 16. والزوجة نصيبها التمن، لو ضربنا 16 × 8 هيدينا 128 مليون درهم. كان تركت سيدنا عبد الرحمن، كانت تركت عبد الرحمن بن عوف تقسم بالفؤوس. كانوا يقسمون الذهب بالفؤوس. ده بسبب ان سيدنا عبد الرحمن كان يحب الصدقه وكان يتصدق، وتعلم ده من القران ومن سيدنا النبي العدنان عليه الصلاه والسلام. ما اجمل ان الواحد يكون صادق في حبه لايمانه وان يتصدق اكثر واكثر، فيخلف الله عز وجل عليك الصدقه اضعاف مضاعفه. وده وعد ربنا لنا في القران الكريم وحديث سيدنا النبي العظيم عليه الصلاه والسلام. دكتور أحمد أنت شرفتني. الله يبارك فيك. شرفتني. سريعا انتهى الوقت معك. ربنا يبارك فيك. وكأن الوقت لحظات. نسأل الله وليس دقائق. أن نجعله في ميزان حسناتنا ونجعله من السبب الذين ندل الناس به على الخير. يا رب اللهم شرفتني. اللهم ربنا يبارك. أنا سعدت بالحوار مع دكتور أحمد. أنا أوصيكم خيرا بمؤسسة سقيا الماء وبالتواصل معها الآن حتى يكون العمل الطيب بتاعنا باقي لنا في الدنيا والآخرة. أنا بشكركم، أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله.